القارئ باتحاد الاذاعه المصريه والتلفزيون العربي وقارئ مسجد السيده نفيسه رضي الله عنها وارضاها فليتفضل مشكورا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني. والذي يميتني ثم يحييني. والذي أطمع رب هب لي حكما رب هب لي حكما واجعل لي لسانا صدقا في الآخرين. الذي خلقني والذي هو يطعمني ويسقين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين. الذي خلقني فهو يهديني
والذي هو يطعمني ويسقين الذي والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع رب هب لي حكما رب هب لي حكما وألحقني رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين رب هب لي حكما واجعل لي لسان صدق في الآخرين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يوم
فلا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما وما أدراك ما الطارق إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان Thank you.
خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا كلا إن الإنسان ليطغى رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم إن يراك الله عاصيا حريص على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والصرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية لو أن المرأة لم يلبس لباسا من التقى لتجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي وهكذا أيها الأخوة المؤمنون عشنا وإياكم في رحاب التلاوة القرآنية المباركة التي خرجت من قلب طاهر إلى قلوب طاهرة التي تلاها على مسامح حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي قارئ مصر والعلم الإسلامي أجمع وقارئ مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة
فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشلخشلخشلخشلخشلخش، ولقد نقلناها لكم بفضل وبتوفيق من عند الله عز وجل عبر أقوى مكبرات الصوت والإنارة وكبرى مخازن الفراش الحديثة الكبرى التي تطلب وتوجد دائما بمحلات ومخازن الحد جهرم محمد مجاهد وأولاده المقيم بسنتريس. الهندسة الصوتية والعاملين بها يتقدمون إلى الفقيدة وزوية بخلص العزاء، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وزويه الصبر والسلوان. وبالإنابة عن عائلات أبو محمود بكفر أبو محمود نتوجه بالشكر للسادة المعزين عن تأدية واجب العزاء، وشكر الله سعيكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.